بقول لك ايه، انا مش عارف اقول كلمتين على بعض. بلاش انت معايا، بلاش انت. انت مين لك يا سيدي؟ بعد مين هنقول الكلمتين قدام الكاميرا ولا مش هنقول؟ اقف في الخلفيه بس ما تعملش حاجه. عايز تبص وتطلع في الكاميرا معايا اطلع، لكن هتقل ادبك، هتمد بقك، هتمد رجلك على النعمه. همسكك هديك علقه قدام الكاميرا وانزل لك الفيديو، هيبقى ترند ويقول لك شاهد الانسان اللي لازم يمسك النعامه وعدمها العافيه معاه، والناس بتفرح في الكلام ده. خد بالك بس، يعني حقوق الانسان وحقوق الحيوان هيعملوا لنا مشاكل، بس انت اللي هتبقى غلطان وانا مصوره كاميرا مفتوحه. يعني انا مش هيبقى عليا، بص هطلع منها كده زي الشعره من العجينه. فبلاش انت معايا، يلا اتكل على الله. عالم ما بتجيش غير بالزعيق يعني وكده. هو النعام طبعا كائن لطيف، النعام كائن جميل، ولكن هو لازم بيحتاج معاك شويه شده كده في الاول. لازم تطبح له القطه من الاول عشان يعرف انت على ايه، لان انا لو ما عرفتهمش الكلام ده هيستهفئوني وبتاع. ممكن يستغلوا اللي انا بصور، تلاقي رجلي جايلك من هنا، تلاقي التيشيرت بالشد منك، المايك بالشد منك. ده كله هزار طبعا، يعني مش هتلاقي الكلام ده، مش ده اللي انا قصدي عليه. خلاص خلاص، جميل جميل. دمك عسل، يلا اتكل على الله. طبعا يعني عشان تربي النعام لازم تبقى واخد بالك. قلنا خلاص يا عم دمك عسل وضحكنا، اتكل على الله. اقول لك ايه يا عم؟ خلاص خلاص يا حبيبي، يلا امشي، يلا امشي امشي، امك بتنده عليك ورا هناك، اجري يلا. عشان تربي النعامه ابن الناس لازم تكون عارف انت هتتعامل معاهم ازاي. لازم يكون العلاقه بينكم حلوه زي العلاقه بينا كده بالظبط. لازم يكون في ود وفي حنان وفي رخامه بتحصل. يا عم بلاش بقى، انت اتكل على الله بقى. انا ماشي يا عم، انا على النعمه ما انا مصورتك.